كيلتونز افريقيا للانبي تعلن على تاخير صرف اجور شهر اكتوبر على خاطر السيوله ما فماش. سامحني تعاود الاخبار سامحني. هو احنا مرفت كان حكي لنا وزير التربيه على شهريا نوفمبر. اليوم يتم اعلان انه وكيلتونز افريقيا للانبي سيتم تاخير صرف جرايات شهر اكتوبر، وهذا بطبيعه باش يشهد تاخير على خاطر لعدم توفر السيوله اللازمه من الدوله. هلا هلا يعني جوست التوانس اللي يسمعوا فينا كان ماناش عارفين بحجم الأزمة، راهو ما فما حتى بلاد في العالم تنجمش تخلص شهر الموظفين متاعها. راهو باش تعرفوا الكا كريتيك اللي خلطنا لها، راهو كي نحكيه في الأعوام اللي فاتت 10 سنين بركنا فيها خلطنا لأكثر من 100 مليار دينار ناخذوا في فلوس اللي رهنت الأجيال الجاية، ونحن نحكيه على التعليم ولادنا وولاد ولادنا باش يقعدوا يخلصوا شنية صار في العشر سنين ذوما باش يدفعوا، ما همش ينجموا حد شيء باش يقعدوا في تبعية باش يخلصوا فلوس اللي ترهننا فيهم في العشر سنين هذم، على خاطر خيرنا مصالح شخصية، خيرنا ان نحطوا ناس ما هيش اكفاء، ناس تخير رواحة قدام المصلحة الوطنية بركة البلاد، ان خلطنا شهاري ما نجموش نخلصوها. هذا راهو اقل حاجة، فما بالك راهو تداعيات، راهو كي نحكيو حتى على السيولة ونحكيو على العملة الأجنبية في البنك المركزي، راهو نحكيو انه كي تضرب العملة الأجنبية في البنك المركزي ما نجموش نجيبو دويات، ونحنا في بريود التالي راهو عنا دويات متاع السكر وقلب تفقد اللي تفقدوا، عنا ناس عنا ناس راهي قاعدة تموت على خاطر ما فماش دويات. راهو نحكيو على تونس، تونس اللي اول بلاد عندها امراه رئيس حكومه، تونس اللي عندها اول دستور في العالم العربي، تونس اللي ديما يتضرب به المثال دخلت للحاله هذه. الحقيقة ما عندي فاتورة موفي شوا دي موفي شوا متاع 10 سنين خلصوها اليوم. وي 10 سنين 10 سنين مع ناس كيف ما قال لؤي عبيد بجلت رواحها على الوطن، بجلت مصالحها، بجلت اللا إنسانية والأنانية، عبيد لمت لرواحها ما همها في حتى حد، وكلت رزق ناس أخرين، وهتكت كيف كيف شباب كامل. باش نرجع خاطر كل شيء مربوط ببعضه، كي باش ترجع انت تحكي تقول اساتذه مدلسين لهم الشهيد نتاعهم معلمين، شكونهم هذوما؟ شكونهم؟ بين حق معناها انت هذاك تحطه في بلاصه انسان اخر يستحق. علاش؟ على خاطر ولد عمه ولد خالته ولد درشكونه ويعرفوا من قبل وعنده ليه معرفه خاصه. دونك شفت وين مشينا في هالعشر سنين؟ معناها ضرينا ماديا معنويا، حتى بلادنا ما عادش مزيانة كما قبل، النظافة والعفافة اللي كانت في الشوارع والنوار والشيء اللي والمجتمع المدني تعب والجمعيات راهم تعبوا، قديش منهم لم لذومة أعطي لذومة، هذوما ما عندهمش حوايج، هذوما ناقصين دويات، هذوما قديش بالحق قديش حملات ما وقفنا حاول. وقفنا لبعضنا وهزينا بعضنا والدنيا الكل، لكن يا اخوي شيء اكبر منا ياسر. وجه وجهنا حاجه اخرى نحب نقولها، وانه شنو احساس الناس اللي قرات وتشوف في عباد اخرين دلسوا شهيد وهما بالعشر سنين و15 سنه ما لقاوش برا. شوف نسبه الانتحار، شوف قديش برا مشي، شوف قديش من القهر ومن المقت وكل شيء، تلقاه شاب يهبل فرحان يا ربي خذ الشهاده نتاعو باش يمشي يخدم باش يفرح والديه وباش يعاون والديه. راه فما راهو منطق اخر، او احنا عندنا التوانسه مانيش خذينا الشهاده في الدليل باش نبدا نفرنك ونعمل كل شيء. ليه نحنا معروفين، راهو الطبقه المتوسطه اكثر ياسر ما تبقى اللي لبس عليها، معناها اللي يخدم راهو عنده بنك باش يتعاود، زليز باش يتفرش، فرذاوي باش يطلع في دربوه. دونك ليس هذوما تعاود، معناها الناس راهو بالحق راهو يعيشوا مقت كبير كيف عبد ينحي لهم من فهمهم لقمتهم. راهو الشهاده هذيك لقمه باش يعيش بها، راه ما وصلناش باش يحقق الشاب احلامه. ليه باش يخدم شهريه خبير مالي مر اللي فات ما عندهاش برشا، قال الشهريه نتاع التونسي وليت توصلك معناها وترجعك خدمك اكزاكتومون، معناها باش تعيش حياتك العاديه ما عادش اكزاكتومون. بعد امانك تشوف العبيد عندها القصورات وتشوف عبيد تشري في مناطق راهي مش شيك على الاخر،
دار يعني مربي بيها تيح بكلها تراب وتعاود تتهز وتلقى فما شكون مسيكن شاب جاي من الريف وكل شيء هذا سي نورمال يولي بالديبرسيون سي نورمال يولي عنده ديزيدي نوار وكل شيء وجوج لهنا بالرسم على خاطر نحن بعد تقول لي الحرقه كيفاه وكيفاش يحرق سامحني هذا هو انا نحب نفكر بدراسه عملها البنك العالمي في 2014 اللي يقولوا انه الاقتصاد التونسي 85% منه متمركز في تونس سوسة وصفاقس يعني عندنا ثلاثة ولايات يدخلوا 85% من الثروة التونسية الولايات الأخرين وين؟ الانفراستركتور 60 سنة شنية الاقتصاد تحب عباد يعني أنت بالرسمي تو تجي فما برشة توانسة برشة برشة توانسة بالرغم من الفقر وكل شيء ومكبشة في بلادها إلى متى؟ مكبشة عباد مكبش. عباد وليت الصيلة الوحيدة اللي بتونس بيتق تعريفه اللي ما تقضي لها حد شيء ولا تلها وصم تهبط للسونتر بيلي يقول لك أنت من البلاصة الفلانية جاي تعمل لهنا في قال رواحنا راهو تونس وليت للأسف فمع عباد بالرسمي مكبشة وجه أنا عندي ولد عمتي دكتور في الفلسفة عنده دكتوراه معناتها يبيع في السديات يجرافي ويبيع في السديات نقول له علاش ما تخرجش معناتها أخرج اون بلوس الدكتوراه نتاعو باللونجلي يعني أخرج من تونس علاش يقول لي ليه تو يجي نهار وتجيني فرصتي ما يدوم حال تو يجي نهار وتجيني يا صاحبي تجيني تستغرب أنت يحكي له رشد الغنوشي خرج حكاية قال على الدكاترة اللي عاملين إضراب شوفوا شوفوا صنع عملوا فورماسيون عملوا فورماسيون صحيح يقرا 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 يكلت 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 انت تحكي فما شكون فما شكون في شطح ملمف نتذكرها كيما عندي توا يبيع في المشموم يبيع في المشموم قال لي ما نقعدش داي فارق دكتور عامل دكتوراه سبيسياليتي والله العظيم ما نعرفش حتى ما نذكرش ما نعرفش حتى نسميها وفما شكون كيف كيف كلي الباركينغ كلي في الشارع زيد كيكا زيد يقف وكل شيء يوري فيه في الشهيد يوري فيه في الشيء وقاعد يحذر در شنو عنده مازال يحذر ومازال يقرا قهره 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 عيب اغزر هما ما هبطوش يديهم هاو قال لك انا ما نمشي يخدم في باركينغ ويبيع المشموم ويمشي يهز في مرشي الهبات ويعمل الدنيا الكل وما يسيبش بلاده خاطر نغمل ما مازال عنده أمل مازال عنده أمل ما فقدش الأمل وما يلزمهمش يفقدوا الأمل وبربي الحكومة ذي اللي جاي يحطوا في اعتباركم الشباب ذي راه ما يلزموش يفقد الأمل شوفوه وين شنو اش لازم ما يلزموش يهج راه بلادنا باش تولي عبارة كاينها نار أخرى عرفتك اسم لك بلاد عشك تطرق فيها حد يمكن وي